بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحام بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي 21 من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيما أملاه على أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وينعقد مجلسنا هذا في اليوم الأربعاء 4 من شهر ذي القعدة 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ونتدارس في مجلسنا هذا بعون الله تعالى وتوفيقه ثالث أحاديث باب التيمم، وهو آخر أحاديث الباب الثلاثة، حيث مضى معنا في مجلس الأسبوع المنصرم الحديثان الأولان في باب التيمم، وهذا ثالثها، وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذا الحديث مما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في الصحيحين. وبين يدي حديث المصنف رحمه الله عما يتعلق بفوائد الحديث ومسائله، ها هنا فوائد ذكرها بعض أهل العلم. أولها أن هذا الحديث الجليل في ذكر ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه جابر رضي الله عنه في حديث الكتاب، وقد شاركه في رواية الحديث عدد من الصحابة رضي الله عنهم: عوف بن مالك الأشجعي، وأبو هريرة، وعلي، وأبو سعيد الخدري، وأبو ذر الغفاري، وأبو موسى الأشعري، وحذيفة بن اليمان، وأبو أمامة، والسائب بن يزيد رضي الله عنهم جميعا، كما أفاد ذلك الإمام الحافظ بن منده في مستخرجه رحمه الله تعالى. الأمر الثاني في الحديث في قوله: وأحلت لي الغنائم أو المغانم ولم تحل لأحد قبلي، ضبطها المحدثون بضبطين: أولهما ولم تحل لأحد قبلي بفتح التاء وكسر الحاء على البناء للفاعل وهو الأكثر، وضبطت أيضا ولم تحل بضم التاء وفتح الحاء على البناء للمفعول. ثالثها أن الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله نسبة إلى الشيخين في الصحيحين هو في بعض ألفاظه، وإلا فقد جمعه الإمام عبد الغني رحمه الله من جملة ما رواه الشيخان من طرق هذا الحديث، فبعض الألفاظ تفاوت فيها الإمامان في الرواية، وأحلت لي الغنائم في رواية البخاري المغانم والمعنى واحد، وبعثت إلى الناس عامة، وفي لفظ البخاري وبعثت إلى الناس كافة، وفي لفظ عند مسلم وبعثت إلى كل أحمر وأسود. فرأى المصنف رحمه الله الجمع بين الروايتين، وكان النبي وقوله أيضا: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وقوله: لم يعطهن أحد قبلي، وفي رواية: من الأنبياء قبلي، ليست عند البخاري. هذا أول ما يتعلق بجمل أحاديث الباب وفوائده، وسيأتي في ختام الحديث جملة أخرى
مما يتعلق به في غير ما ذكره المصنف في شرحه رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بفتح الحاء المهملة وبعدها راء مهملة. تمييزا بين حرام وحزام وغيرها من المشتبهات في الأسماء. نعم. قال: هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بفتح الحاء المهملة وبعدها راء مهملة، الأنصاري السلمي بفتح السين واللام، منسوب إلى بني سلمة بكسر اللام. بنو سلمة من رهط الأنصار بالمدينة، وهذه النسبة إليهم السلمي، بخلاف السلمي بضم السين وفتح اللام نسبة إلى بني سليم. وليكنى أبا عبد الله، توفي سنة 61 من الهجرة، وهو ابن 91. وكذلك يذكر في سنة وفاته أقاويل أخر، قيل سنة 78 أو 79 وغيرها من الأقوال، رضي الله عنه وأرضاه. جابر من خيرة الصحابة وأفاضلهم وأكابرهم قدرا وعلما، شهد العقبة مع أبيه عبد الله بن عمرو بن حرام، فكان من العقبيين، يعني من أهل العقبة الذين شهدوا بيعتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، ولم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي. والمراد بمنعه أن والده عبد الله بن عمرو بن حرام الذي استشهد يوم أحد رضي الله عنه كان يبقيه مع أخواته البنات إذا خرج للجهاد، لأنه ليس له ابن سواه، فكان يبقى مع أخواته رضي الله عنه. ومناقبه في السنة النبوية كثيرة جمة رضي الله عنه وأرضاه. أحسن الله إليكم. قال: والكلام على حديثه من وجوه: الأول قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا، تعديد للفضائل التي خص بها دون سائر الأنبياء عليهم السلام، وظاهره يقتضي أن كل واحدة من هذه الخمس لم تكن لأحد قبله. قوله أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، فهل المراد مجموع الخمس أو آحادها لم يعطهن أحد قبله؟ المعنى يعني محتملان. أعطيت خمسا لم يعطهن، يعني لم تجتمع خمستهن لأحد قبلي. وعلى هذا فيجوز أن يكون بعض هذه الخصال أعطي لبعض الأنبياء عليهم السلام، ويحتمل في المعنى الآخر أعطيت خمسا، يعني كل واحدة من هذه الخمس أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعط أحد من الأنبياء شيئا منها. ولهذا قال المصنف: ظاهره يقتضي أن كل واحدة من هذه الخمس لم تكن لأحد قبله صلى الله عليه وسلم. لماذا قال ظاهره؟ لأن الظاهر يحتمل معنى آخر، وهو نفي المجموع لا آحادهن، ولهذا قال لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. لماذا ذكر هذا؟ ذكره مقدمة للمسألة التالية: نوح عليه السلام لما كان الطوفان وغرق أهل الأرض جميعا، وما بقي إلا من كان معه في السفينة عليه السلام، وهم كانوا عندئذ كل أهل الأرض، ألا يصدق أن يقال إن دعوته آنذاك عمت كل من كان على الأرض حينها؟ فإذا قلت نعم، أشكل على الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، وتكون دعوة نوح عليه السلام في تلك الحال أيضاً إلى الناس كافة، لأنهم كانوا كل الموجودين. فهنا استدعى مقدمة: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد، مجموعهن أو آحادهن. قال: ظاهره يقتضي أن كل واحدة منها لم تحصل لنبي قبله، فإذا جاء السؤال والإيراد المتعلق بنوح عليه السلام فيحتاج إلى جواب. نعم. قال: ولا يعترض على هذا بأن نوحا عليه السلام بعد خروجه من الفلك كان مبعوثا إلى أهل الأرض، لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه، وقد كان مرسلا إليهم، لأن هذا العموم في الرسالة لم يكن في أصل البعثة، وإنما وقع لأجل الحادث الذي حدث،
وهو انحصار الناس في الموجودين لهلاك سائر الناس. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فعموم رسالته من أصل بعثته. هذا الفرق، تقول الفرق أن أصل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عامة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، بخلاف دعوة نوح عليه السلام فإن بعثته كانت لقومه خاصة، فكيف صار نبيا أو كانت دعوته عليه السلام لكل من في الأرض بعد الطوفان؟ هو بحسب مطابقة الواقع آنذاك لا بأصل بعثته، فافترقت الجهتان. نعم. قال وأيضا فعموم الرسالة يوجب قبولها عموما في الأصل والفروع، وأما التوحيد وتمحيض العبادة لله عز وجل فيجوز أن يكون عاما في حق بعض الأنبياء، وإن كان التزام فروع شرعه ليس عاما، فإن من الأنبياء المتقدمين عليهم السلام من قاتل غير قومه على الشرك وعبادة غير الله تعالى، فلو لم يكن التوحيد لازما لهم بشرعه أو شرع غيره لم يقاتلوا ولم يقتلوا، إلا على طريقة المعتزلة القائلين بالحسن والقبح العقليين. هذا جواب ثان، أن عموم الرسالة يستوجب قبولها عموما في الأصول وفي الفروع، يعني في العقيدة وفي الأحكام والشرائع. أما إذا نظرت إلى التوحيد والدعوة إلى عبادة الله وإفراده عما يعبد من دونه جل في علاه، فإن هذا يمكن أن يكون عاماً لبعض الأنبياء والرسل، بمعنى أن يبعث إلى قومه وإلى غير قومه ولكن بالتوحيد وأصل العقيدة فقط. أما في الفروع وشرائع الأحكام فإنما تختص بعثته بقومه خاصة، بخلاف نبينا عليه الصلاة والسلام فإن دعوته التي تشمل أصل التوحيد والعقيدة وتشمل الفروع والشرائع والأحكام كل ذلك كان عاماً لسائر الخلق. قال فلو لم يكن التوحيد لازماً لهم بشرعه أو شرع غيره لم يقاتلوا ولم يقتلوا، هذا جواباً عن إيراد فكيف قاتل بعض الأنبياء غير قومهم؟ الجواب لمخالفتهم أصل التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء عليهم السلام جميعاً، فهو يشمل أمتهم أو قومهم وغيرهم من البشر. قال إلا على طريقة المعتزلة القائلين بالحسن والقبح العقليين، لأن القبح العقلي عندهم يوجب النهي عنه ولو لم يرد به شرع، ولو لم يكن بعثة ولا تكليفاً بالنبوة، فإنهم يردون ذلك إلى مقتضى الحسن والقبح العقليين، فأراد أن ذلك إنما يرد على أصلهم وليس على أصل أهل السنة في منافاة هذا الذي قرروه. سن الله عليكم. قال رحمه الله ويجوز أن تكون الدعوة على التوحيد عامة لكن على ألسنة أنبياء متعددة، فثبت أن التكليف به لسائر الخلق وإن لم تعم الدعوة به بالنسبة إلى نبي واحد. نعم، فيكون عندئذ مجموع دعوة الأنبياء عليهم السلام متفقاً في أصل واحد وهو الدعوة إلى التوحيد، فثبت التكليف به لسائر الخلق، وإن لم يثبت لأحد الأنبياء الدعوة بأصل التوحيد إلى كل الخلق، فثبت الدعوة إلى أصل التوحيد بمجموعهم لا بأحدهم رضي عليهم صلوات الله وسلامه. انتهى المصنف رحمه الله ومن أولى المسائل وهو ذكره الخصوصية أعطيت خمساً، وأورد عليه ما سمعتم من الإيراد، فقدمها هنا الخصلة الأخيرة الواردة في الحديث وهي قوله وبعثت إلى الناس كافة، وتحدث عنها هنا وسيأتيك في آخر الحديث إذا جاء إليها، قال تقدم في صدر الحديث. وسبب تقديم هذه الخصلة من بين الخصال الخمسة عن ترتيبها الوارد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام صدر المسألة بقوله أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فناقش هذه المسألة في قضية نفي هذه الخصال عن غيره من الأنبياء عليهم السلام، ومنها دعوة نوح عليه السلام. فوجه ارتباط هذه الخصلة بأصل الاختصاص بين الأنبياء، فأورد ما يتعلق بعموم دعوة نوح عليه السلام في الإيراد الذي تقدم هنا. وقوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمساً
هو كما يقول العلماء من باب التحدث بنعمة الله، فإن الله قال له: وأما بنعمة ربك فحدث. وقد زاد ابن عباس في الرواية التي أخرجها الإمام أحمد في المسند: ولا أقولهن فخرا. فذكر صلى الله عليه وسلم ما خصه الله تعالى به لا على وجه الفخر، يقول: لا أقولهن فخرا، إنما أراد التحدث بما حباه الله تعالى به، وذلك أدعى لإثبات نعمة الله والشكر كما هو شأن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب. الرعب هو الوجل والخوف لتوقع نزول محذور، والخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث مقيدة بهذا القدر من الزمان. نصرت بالرعب، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، فالرعب جند من جنود الله التي تدخل في عموم قوله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأيد الله نبيه عليه الصلاة والسلام في مواقع قتاله مع أعدائه وفي جهاده وغزواته صلى الله عليه وسلم بجملة من جنده سبحانه وتعالى، فأيده بالملائكة قاتلت معه في بدر وفي أحد، وكان لها أيضا شيء من المشاركة في الخندق وغيرها من الوقائع، وأيده بالريح وأيده بالمطر وأيده أيضا كما في الحديث هنا بالرعب، وهذا ليس شيئا محسوسا بل هو معنوي. قال: وجل وخوف يقذف في قلوب أعدائه صلى الله عليه وسلم. هذه الخصوصية ذكرت في كتاب الله في غير ما موضع، في غزوة بدر قال الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. في غزوة أحد قال سبحانه: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وقال سبحانه وتعالى في بني النضير: وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى في الخندق: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فثبت في القرآن وذكره هنا عليه الصلاة والسلام بقوله: نصرت بالرعب. السؤال: هل يعني هذا أن غيره من الأنبياء عليهم السلام ما كانوا ينصرون بهذا الجند من جنود الله؟ ظاهر الحديث يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. فهل ستقول إن الذي خص به صلى الله عليه وسلم نصرته بالرعب يعني أصل النصرة بالرعب، أم صفتها المذكورة؟ أي صفة؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر، فهل هذا قيد لتقول إن الذي خص به هو طول هذا النصر مسيرة شهر؟ فهل مسيرة الشهر مقصود مقدارها أم ذكرت على معنى آخر؟ على القول بعدم قصد المقدار، على القول بأن المقدار غير مقصود، فلماذا حد الشهر؟ قال العلماء: إنما خص مسيرة مسافة الشهر دون ما هو أبعد، لأن أقصى ما بلغه صلى الله عليه وسلم في قتال أعدائه في غزوة تبوك كانت مسيرة شهر. فالذي ذكر بيان لما وقع له صلى الله عليه وسلم عندما تكلم بذلك الحديث، فلا ينافي الزيادة. يعني لو كان له قتال بينه وبين أعدائه ما يزيد على شهر، فليس يعني هذا أن النصر بالرعب لا يتحقق له صلى الله عليه وسلم. فعندئذ هذا وجه، وقد يقال إن هذا لم يكن مختصاً به صلى الله عليه وسلم، كما قال الصنعاني رحمه الله: قد وقع هذا لبعض خلفائه ومن اتقى الله من أمراء الإسلام. قال: فهذه الخاصية بالنسبة إلى من قبله من الأمم، وعزى ذلك إلى نسيم الرياض. والمقصود أنها خصيصة للأمة مقارنة بالأمم السابقة، لا مخصوصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعندئذ يكون وجه اختصاصه
على هذا المعنى أن نصر بالرعب جندا من جند الله في سبقه سيره إلى العدو، يعني قبل أن يبلغ العدو يكون الرعب قد حل في قلوبهم، فإذا ما أتى عليه الصلاة والسلام والتقى بعدوه أو جمعتهم أرض المعركة قد كان نصر من قبل بالرعب الذي يقذف. وهذا المعنى يمكن أن يتحقق لغيره من الأنبياء عليهم السلام في تحقق النصرة بأصل الرعب لا بوصفه المذكور في الحديث. إذن هذا المعنى الأول المحتمل، أن يكون قصد المقدار هنا ليس مقصوداً وإنما ذكر لبيان الواقع، وأن أقصى ما بلغه في مسيره صلى الله عليه وسلم إلى أعدائه كان في غزوة تبوك، وهي التي بلغت مسيرة شهر. بنى الشارح رحمه الله قوله على المعنى الآخر، أن مسيرة الشهر مقصودة في الحديث، نصرت بالرعب مسيرة شهر. فإذا عندئذ يتوجه السؤال، هل ينفي هذا حصول النصر بالرعب لغيره فيما دون الشهر؟ لا ينفي، لأنه قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، فإذا نصر غيره بالرعب فيما دون ذلك فإنه لا ينافي الخصوصية. نعم. قال والخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث مقيدة بهذا القدر من الزمان. نعم. فبنى كلامه رحمه الله على اعتبار أن القدر أو المقدار الواردة في الحديث مقصود. نعم. قال ويفهم منه أمران، أحدهما أنه لا ينفي وجود الرعب من غيره في أقل من هذه المسافة، والثاني أنه لم يوجد لغيره في أكثر منها، فإنه مذكور في سياق الفضائل والخصائص ويناسبه أن تذكر الغاية فيه. نعم. فإذا خص بالرعب مسيرة شهر فما زاد على شهر فمن باب أولى. لم يذكر المصنف رحمه الله مثل المدة، يعني هل يحصل لغيره النصر في ذات المدة؟ الجواب لا، لأنه نفى، قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر. فإذا الأحوال ثلاثة، إذا اعتبرنا المقدار مقصودا، أن يتحقق النصر بالرعب فيما زاد على المدة أو فيما نقص عنها أو فيما ساواها وماثلها. نعم. قال وأيضا فإنه لو وجد لغيره في أكثر من هذه المسافة لحصل الاشتراك في الرعب في هذه المسافة، وذلك ينفي الخصوصية بها. أجل، فإذا نفي عن غيره الرعب أو النصر بالرعب مسيرة شهر فأن ينفى فيما زاد عنه من باب أولى. نعم. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا، المسجد موضع السجود في الأصل، ثم يطلق في العرف على المكان المبني للصلاة التي السجود منها. إذا قيل مسجد ما ينصرف إلى ذهن المسلم شيء سوى بيوت الله التي يأمها المسلمون لأداء الصلاة فيها، فمن أين جاءت كلمة مسجد؟ هو اسم مكان، من سجد يسجد، فهو مكان السجود. مكان السجود هو الموضع الذي تضع فيه جبهتك ساجدا، لكن سمي موضع الصلاة عموما مسجدا تسمية للصلاة بأخص أركانها وأشرفه، وهو سجود العبد بين يدي الله، فهو من باب تسمية البعض بالكل. فإذا أطلق هذا، فإذا تحويل كلمة مسجد في أصل اللغة ونقلها من معناها، إما أن تقول هو حقيقة ومجاز، يعني أصل الوضع في اللغة مسجد موضع السجود، وإذا قلت البيوت الله التي بنيت للصلاة فيكون نقلها مجازا، أو تقول هو بين حقيقة وضعية لغوية وحقيقة عرفية، فانتقل المعنى من الحقيقة اللغوية إلى عرف استقر عند الناس، وعندئذ يكون المفاضلة بين معنى حقيقي وحقيقي آخر، بين لغوي وعرفي، وعلى الأول يكون بين حقيقة ومجاز، ويورد المصنف رحمه الله هذا. قال الثالث قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا، المسجد موضع السجود في الأصل، هذا الحقيقة اللغوية في الوضع. نعم. ثم يطلق في العرف على المكان المبني للصلاة التي السجود منها، هذه الحقيقة العرفية، وإن قابلتها بالأولى جعلتها مجازا. وعلى هذا فيمكن أن يحمل المسجد هاهنا على الوضع اللغوي، أي جعلت لي الأرض كلها مسجدا، أعني موضع السجود،
أي لا يختص السجود منها بموضع دون غيره، يعني فيجوز أن يسجد المسلم في أي مكان في الأرض، ويمكن أن تجعل مجازا عن المكان المبني للصلاة. ولو جعلت المسجد بمعنى مكان الصلاة حقيقة عرفية فلا يقول هنا لا يقال أن تجعل مجازا، يقال بل أن تنقل إلى الحقيقة العرفية إلى المكان المبني للصلاة. نعم. قال: ويمكن أن تجعل مجازا عن المكان المبني للصلاة، لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك، فإطلاق اسمه عليها من مجاز التشبيه. والذي يقرب هذا التأويل أن الظاهر أنه إنما أريد أنها مواضع للصلاة بجملتها، يعني الأرض كلها. نعم. مواضع، قال: إنما أريد أنها مواضع للصلاة بجملتها لا للسجود فقط منها، لأنه لم ينقل أن الأمم الماضية كانت تخص السجود وحده بموضع دون موضع، بل المخصوص عندهم في شرائعهم المخصوص بالمكان هو المعابد التي كانوا يؤدون فيها العبادات كالبيع والكنائس والصوامع. نعم. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: طهورا، استدل به على أمور: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهمنا ما معنى مسجدا، مكانا للصلاة، فأي مكان على وجه الأرض يصلح أن يكون للصلاة إلا ما استثني، وسيأتي إن شاء الله. فما معنى طهورا؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني جعلت لي الأرض كلها موضعا للصلاة وجعلت لي الأرض طهورا. قال: استدل به على أمور. قال: استدل به على أمور: أحدها أن الطهور هو المطهر لغيره، ووجه الدليل أنه ذكر خصوصيته بكونه طهورا أي مطهرا، ولو كان الطهور هو الطاهر لم تثبت الخصوصية، فإن طهارة الأرض عامة في حق كل الأمم. استقر العرف الاصطلاحي عند الفقهاء أن وصف الشيء بالطاهر يقتضي طهارته في نفسه خاصة، طهارة قاصرة، ووصفه بالطهور يتعدى فيه الطهارة من نفسه إلى تطهير غيره. تقول: هذا ماء طهور، يعني له من الوصف ما يقتضي رفع الحدث إذا استعمل في الوضوء أو في الغسل. وإذا قلت ماء طاهر فهو في نفسه طاهر لكنه لا يرفع به الحدث ولا يزول به النجاسة إذا غسل بها مثلا. هذا معنى الطهور والطاهر. لما قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض طهورا، هل معنى هذا أنها طاهرة تصلي فيها، أو معنى ذلك أنها مطهرة وعندئذ نتكلم عن التيمم بالأرض؟ هذا هو موضع الشاهد في الحديث لإراده في الباب. أي باب؟ باب التيمم. فإن الخصال المذكورة في الحديث ليس فيها شيء يتعلق ببابنا، باب التيمم، إلا هذه الجملة: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب لو قال قائل: يمكن أن يكون طهورا هنا بمعنى طاهر. قال: بل استدل بالحديث هنا على أن الطهور هو المطهر لغيره. كيف؟ قال: لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر خصوصية الأرض للأمة بكونها طهورا، أما كونها طاهرة في نفسها فهي موجودة حكمها في الأمم السابقة. ما الذي اختصت به هذه الأمة أن تقول إن هذه البقعة طاهرة فيجوز أن تجلس فيها وتنام وتعبد الله؟ هذا ليس خاصا، هذا لك وللأمم قبلك. ما الذي خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو أن تكون هذه الأرض مطهرة لنا. كيف؟ بالتيمم. ويشهد لذلك قوله تعالى في سورة الفرقان: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهذا استدل به على أن ماء المطر مطهر، فإنه يرفع الحدث ويزيل النجاسة، ووصف بالطهور فكان ذلك أيضا من مقتضى دلالة الحديث. قال: ولو كان الطهور هو الطاهر ما ثبتت الخصوصية، فإن الأرض طاهرة عامة في حق كل الأمم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأمر الثاني، استدل به من جوز التيمم بجميع أجزاء الأرض
لعموم قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم، حتى قوله في الفائدة الأولى أن طهورا بمعنى مطهر لغيره أيضا يستفاد من العطف، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قلنا ما معنى مسجدا؟ مكانا للصلاة، ومن لوازم ذلك أن تكون طاهرة. فإذا قلت وطهورا أيضا بمعنى طاهرا فما أفادت فائدة جديدة. يقولون والعطف يقتضي المغايرة، فإذا أفاد الطهارة في الأرض في ذاتها ينبغي أن تكون الجملة الأخرى والكلمة المعطوفة عليها مفيدة لفائدة أخرى، خصوصا وأن الحديث أيضا في بعض رواياته كما أخرج أحمد والضياء المقدسي من حديث أنس رضي الله عنه وابن المنذر كذلك وابن الجارود بلفظ جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا، فأفاد أن الطيبة في الأرض مستفاد منه الطهارة، فينبغي أن تكون طهورا مفيدة لمعنى آخر غير الطهارة في ذاتها. قال رحمه الله: الفائدة الثانية المستفادة محل خلاف بين الفقهاء في مسألة التيمم، والمذاهب الأربعة فيها على قولين، أعني ما الجزء من الأرض الذي يشرع به التيمم؟ أهو التراب خاصة أم هو كل ما على الأرض من تراب ورمل وحصى وصخر وغيره؟ كل ما يعلو الأرض يعتبر أيضا موضعا مشروعا للتيمم. أبو حنيفة ومالك رحمهما الله ذهبا إلى جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض، وهذا أحد القولين في المسألة، فيجوز حتى في أخرج يعني في أجاز مالك في إحدى رواياته التيمم بالجبس والأخشاب والملح وكل موجود بكونه متصاعدا على الأرض فيدخل في عموم قوله فتيمموا صعيدا طيبا. وزاد أبو حنيفة ما يتولد من الأرض مثل النورة والزرنيخ ونحوه. بينما ذهب مالك، بينما ذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله إلى الاقتصار على التراب لأنه الذي يتعلق به غبار يشرع به التيمم. انظروا كيف يصنع الفقهاء في فقه النصوص، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذه من أجل الفوائد التي تنمي ملكة طالب العلم في النظر في الدليل. قولان معتبران لأهل العلم قامت عليهما المذاهب الأربعة كما سمعتم، فكيف استنبط؟ قال رحمه الله: من جوز التيمم بجميع أجزاء الأرض أخذ بعموم الحديث. أي عموم؟ قال: جعلت لي الأرض، فماذا يشمل؟ كل ما كان على الأرض، فيشمل التراب والحصى والصخر والرمل وما سمعت، فهذا عموم. فالأرض ترابها وحجارتها وصخورها ورمالها وكل شيء على فوقها فإنه داخل فيما يجوز به التيمم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأمر الثاني استدل به من جوز التيمم بجميع أجزاء الأرض لعموم قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والذين خصوا التيمم بالتراب استدل يعني الشافعية وأحمد وبعض فقهاء الحديث كذلك. نعم، والذين خصوا التيمم بالتراب استدلوا بما جاء في الحديث الآخر وجعلت تربتها لنا طهورا. فين وجه الاستدلال؟ أنه نص على التربة، والحديث يفسر بعضه بعضا، قال وجعلت لي الأرض، قصد عليه الصلاة والسلام تربتها خاصة. نعم، قال وهذا خاص ينبغي أن يحمل عليه العام، وتختص الطهورية بالتراب. هذا الصنيع أصوليا ماذا يسمى؟ تخصيصا. جعلت لي الأرض عموم، فلما قال في الحديث الآخر وجعلت تربتها جعلوا هذا من تخصيص العام باللفظ الخاص الذي يأتي، فكان المخصص بالطهورية هو التراب وحده. واستدلوا أيضا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية فتيمموا صعيدا طيبا، قال تعمدوا الأرض وتربتها. وابن عباس رضي الله عنهما من أصحاب اللسان وممن دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم بالقرآن وتأويله، وهذا يعني مما يحمل عليه استدلال مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. نعم، قال واعترض على هذا بوجوه. اعترض على ماذا؟ نعم، على من خص التيمم بالتراب. نعم، قال منها منع كون التربة مرادفة للتراب، وادعي
أن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره مما يقاربه. هذا أول وجوه الاعتراض، وهي ثلاثة يريدها المصنف رحمه الله. الوجه الأول، الآن هم استدلوا على أن اللفظ في الحديث وجعلت تربتها لنا طهورا، والحديث من رواية حذيفة رضي الله عنه عند الإمام مسلم. وانظروا كيف يفرق، حديث الباب من رواية جابر، والحديث الذي جاء فيه لفظ التربة من رواية حذيفة، فلما اختلف مخرج الحديث صح أن يعاملوه حديثا آخر ونصا آخر، لأنه لو كان من رواية الراوي نفسه لجعلوا ذلك من الألفاظ التي تتعدد لمراد واحد ويكون اجتهادا من الرواة في نقل الحديث. قال في الاعتراض الأول في أن لفظة وجعلت تربتها ليس بمعنى ترابها، فالتربة غير التراب وليست مرادفة له. ما الفرق؟ قال التراب التراب المعروف، لكن التربة أعم، فتشمل التراب والحصى والرملة وسائر ما على وجه الأرض مما يقاربه. هذا اعتراض لم يورد المصنف رحمه الله الجواب عنه، وأجابوا بأن الحديث المذكور ورد بلفظ التراب فيما أخرج ابن خزيمة وأحمد والبيهقي بإسناد حسن من رواية علي رضي الله عنه وجعل التراب ليطهورا، فدل على أن التفريقة بين التربة والتراب متكلف أولا في اللغة، ثم إن الحديث على افتراض التفرقة جاء بلفظ التراب أيضا فيما صح مما أخرجه بعض الأئمة كما سمعت. نعم، أحسن الله إليكم. قال ومنها، من ماذا؟ اعتراضات، من الاعتراضات على من جوز التيمم أو من خص التيمم بالتراب. قال ومنها أنه مفهوم لقب، أعني تعليق الحكم بالتربة، ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول، وقالوا لم يقل به إلا الدقاق. وجعلت تربتها لنا طهورا، نص في الحديث على أن الطهور هو التراب. طيب، فالذي استدل به الشافعي وأحمد على أن التيمم يخص بالتراب أخذ من مفهوم الحديث، لأن المنطوق أن المخصوص بالطهورية هو التراب، إذن فما عدا التراب فليس طهورا. هذا مفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة يرجع إلى أنواعه، مفهوم المخالفة أنواع. الذي معنا في الحديث مفهوم اللقب، لأن الحكم علق على اسم التراب وهو علم، ومفهوم اللقب أحد أنواع مفاهيم المخالفة وأضعف أنواع مفهوم المخالفة عند الأصوليين، بل لم يقل به إلا الشذوذ، نسب هنا إلى الدقاق من الشافعية وهو من أشهر من قال به، ولم ينفرد به رحمه الله، وافقه بعض الأصوليين من عدة مذاهب، لكنه في الجملة من أضعف أنواع المفاهيم، لأنه لا يربط الحكم باسم شيء، وإذا ذكر اسم شيء في الحكم فإنه لا يختص به. يعني لما قال عليه الصلاة والسلام معددا أصناف الربا، الأصناف الربوية في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، لو أخذت بهذا فسيكون من مفهوم المخالفة أن الربا لا يجري في غير هذه الستة المذكورة، بينما يقوم فقه الأئمة الأربعة وغيرهم على أن غيرها يدخل، ومفهوم اللقب لا اعتبار به. فنعود إلى الحديث وجعلت تربتها، قولك إن غير التراب لا يدخل هو أخذ بمفهوم المخالفة من الحديث، وهو هنا أضعف الأنواع مفهوم لقب. أجاب الشافعي وأحمد عن هذا الاعتراض بما ذكره المصنف هنا. قال ويمكن أن يجاب عن هذا بأن في الحديث قرينة زائدة عن مجرد تعليق الحكم بالتربة، وهو الافتراق في اللفظ بين جعلها مسجداً وجعل تربتها طهوراً على ما في ذلك الحديث، وهذا الافتراق في هذا السياق قد يدل على الافتراق في الحكم، وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقا كما في الحديث الذي ذكره المصنف. ما زلت أقول يا إخوة، الانتباه إلى مثل هذه الدقائق هو من أجل الفوائد التي تنمي عند المتفقهين ملكة الفهم في النصوص والدرب على صنيع الأئمة رضي الله عنهم في الغوص على دقائق اقتناص الأحكام من الألفاظ. فهمت وجه الاعتراض؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، قال هذا تعليق للحكم بمفهوم المخالفة من نوع مفهوم اللقب وهو ضعيف. كان يمكن أن يسقط هنا الاحتجاج لأنه متمسك بدليل ضعيف،
وهو مفهوم اللقب من مفاهيم المخالفة. قالوا: ليس المعول على مفهوم اللقب فقط، بل قرينة السياق تساعد على ذلك. ألا ترى أنه فرق بين طهورية الأرض وصلاحيتها للصلاة فاعتبرها مسجداً، وطهورية التراب وصلاحيته للتيمم بقوله وتربتها طهورة، فجعل الافتراق في اللفظ بين جعل الأرض مسجداً وجعل تربتها طهوراً. هذا الافتراق في السياق قد يدل على الافتراق في الحكم، لأنه لو أراد العطف بالواو لقال كما في رواية الباب جعلت هي الأرض مسجداً وطهوراً. هناك يمكن أن تقول إن التمسك به تمسك بمفهوم اللقب، لكن لما نص وفرق بين التراب والأرض والتراب جزء من الأرض أراد به معنى آخر، ليس مجرد الحكم بطهارته بل لإفادة شيء سواه، وهذا لا يكون في عرف الشريعة مما عهد من ألفاظه بوصف الطهورية إلا كونه شيئا يحقق الطهارة، وهو المراد في الاستدلال بكون التراب رافعا للحدث. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الحديث من ماذا؟ أيضا من الاعتراضات الواردة على من خص التيمم بالتراب، هو ثالث الاعتراضات. قال: ومنها أن الحديث المذكور الذي خصت فيه التربة بالطهورية لو سلم أن مفهومه معمول به لكان الحديث الآخر بمنطوقه يدل على طهورية بقية أجزاء الأرض. تأملوا الآن في هذا الاعتراض وكيفية إيراد المصنف له رحمه الله. الآن نقول: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، ماذا أفاد الحديث بهذه الرواية؟ أن كل الأرض يصلح للتطهر به، كل الأرض تصلح للتطهر بها سواء كانت تراباً أو غير تراب، من العموم الأرض، فدخل كل ما يكون على وجه الأرض. ومن هنا قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله بجواز التيمم بكل ما على الأرض. والرواية الثانية: وتربتها طهورة، قال أحمد والشافعي هذا تخصيص لذلك العموم. فقال المعترضون أعني الحنفية والمالكية، قالوا: تعالوا ماذا صنعتم؟ جعلت لي الأرض دلت على طهورية كل شيء على الأرض ترابا وغير تراب، منطوقا أو مفهوما؟ منطوقا، جعلت لي الأرض. طيب، ورواية وتربتها طهورا دلت على طهورية التراب خاصة، منطوقا أو مفهوما؟ منطوقا. وغير التراب لا يطهر، منطوقا أو مفهوما؟ مفهوم. يقول: أنتم الآن أمام دليلين يدل أحدهما بمنطوقه على صحة التيمم بغير التراب، يدل بمنطوقه على صحة التيمم بغير التراب، ويدل الآخر بمفهومه على عدم صحة التيمم بغير التراب. وأيهما أقوى، المنطوق أو المفهوم؟ المنطوق. فسقط استدلالكم بالمفهوم، هذا على التسليم بمفهوم المخالفة الذي اتفقنا أنه ضعيف. واضح؟ هذا جواب. فنظروا إلى الترجيح بين دلالتين، إحداهما منطوقة تدل على صحة التيمم بغير التراب، والأخرى دلالة مفهوم تدل على عدم صحة التيمم بغير التراب. فإذا تعارضت عندك دلالتان ماذا تصنع؟ ترجح الأقوى. وأيهما أقوى؟ المنطوق أقوى. ماشي؟ قال الحنابلة والشافعية: عمدتم إلى الترجيح بين دلالتين متعارضتين، ونحن عمدنا إلى الجمع بينهما، فأعملنا دلالة المنطوق ودلالة المفهوم، هذا عام وهذا خاص، فحملنا العام على الخاص وهو أحد مسالك الجمع، والجمع بين الدلالتين أولى من الترجيح إذا أمكن، وهذا الذي سيقرره المصنف فانتبهوا إليه. نعم. ومنها أن الحديث المذكور الذي خصت فيه التربة بالطهورية لو سلم أن مفهومه معمول به لكان بين قوسين، هذا على التسليم باعتبار مفهوم المخالفة ومفهوم لقب كما مر قبل قليل. قال: لو سلم أن مفهومه معمول به لكان الحديث الآخر بمنطوق الذي هو حديث الباب وجعلت لي الأرض. نعم. لكان الحديث الآخر بمنطوقه يدل على طهورية بقية أجزاء الأرض، أعني قوله صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا،
فإذا تعارض في غير التراب دلالة المفهوم الذي يقتضي عدم طهوريته ودلالة المنطوق الذي يقتضي طهوريته، فالمنطوق مقدم على المفهوم. إذن هذا عمل بأي مسلك؟ بالترجيح بين دلالتين، منطوق ومفهوم، فقدم المنطوق. نعم. قال: وقد قالوا إن المفهوم، قالوا جوابا عن هذا الاعتراض. نعم. وقد قالوا إن المفهوم يخصص العموم، فتمتنع هذه الأولوية إذا سلم المفهوم هاهنا. نعم، إذا سلمنا أنه مفهوم مخالفة معتبر مع كونه مفهوم لقب، فإن المفهوم يخصص العموم، وهذا مسلك الجمع، فقالوا عملتم بالترجيح وعملنا بالجمع. نعم. قال: وقد قالوا إن المفهوم يخصص العموم، فتمتنع هذه الأولوية إذا سلم المفهوم هاهنا. وقد أشار بعضهم إلى خلاف هذه القاعدة، أعني تخصيص العموم بالمفهوم. وهذه مرت معكم في مسائل الأصول، هل يصح التخصيص بالمفاهيم، مفهوم منطوق أو مفهوم مخالفة، يعني مفهوم موافقة أو مخالفة؟ مسألة محل خلاف، ومن جوز التخصيص بالمفاهيم يجري عليه مثل هذا النص هنا، ومن منعه نظر إلى أن المفهوم معنوي، والمعنويات لا تخصص الألفاظ، ويبقى التخصيص مناطاً بالألفاظ لأنها هي الموصوفة بها العموم والخصوص. نعم. قال: ثم عليك بعد هذا كله بالنظر في معنى ما أسلفناه من حاجة التخصيص إلى التعارض بينه وبين العموم في محله. أحال رحمه الله إلى موضع جليل مر معنا هناك تحريره في كلامه رحمه الله عن حديث أبي قتادة رضي الله عنه: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فإن النهي عن مس الذكر باليد اليمنى حال البول مع ما ورد من النهي مطلقاً عن مس الذكر باليمنى، لو أحملته على قاعدة العموم والخصوص لألغيت دلالة العام، أو قلنا هناك إطلاق وتقييد والاعتبار واحد، فستقول إن النهي خاص بما إذا كان حال البول ويجوز مس الذكر باليمنى في غيره. وقد قرر هناك رحمه الله أن هذا المسلك في الاستدلال غلط. لما؟ لأن النص الخاص لم يرد معارضاً للعام، بل ورد موافقاً له، فهو أشبه بتخصيص العام ببعض أفراده والنص عليه بالحكم لا يقتضي إلا تأكيداً لا تخصيصاً. قال: عليك بعد هذا كله بالنظر في معنى ما أسلفناه هناك، يعني من حاجة التخصيص إلى التعارض بينه وبين العموم في محله. هل ستقول هنا جعلت هي الأرض مسجداً وطهورة، الأرض بعمومها، بينها وبين قوله في الرواية الأخرى وتربتها طهوراً، هل هذا التخصيص في الخصوص معارض لما في العموم؟ الجواب لا، هذا إثبات للطهورية وهذا إثبات له، فعندئذ يضعف القول بالتخصيص على هذا المسلك الذي فهمته، فلا تعارض بل إفراد لبعض أفراد العموم بالذكر، لأن عموم الأرض خص ببعض أفراده وهو التراب، ومفهومه سيكون ما عدا التراب مما ينسب إلى الأرض. أحسن الله إليكم. الأمر الثالث. طيب، الأمر الثالث يعني ماذا يستفاد ثالثا من قوله وطهورة؟ قبل الانتقال، أورد الصنعاني رحمه الله فائدة لطيفة عن الزمخشري عن الزجاج أنه قال: الصعيد وجه الأرض تراباً كان أو غيره، وإن كان صخراً لا تراب عليه، لو ضرب المتيمم يده عليه ومسح لكان طهوراً. هذا على مذهب من؟ نعم، مالك وأبي حنيفة. قال: وهذا مذهب أبي حنيفة. ثم قال الزجاج: فإن قلت فما تصنع بقوله في سورة المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من بعضه؟ قال: وهذا لا يتأتى في الصخر الذي لا تراب عليه، فمن ضرب على الصخر ما في شيء يتيمم منه. قال الزمخشري: قالوا إن من هنا لابتداء، إن من هنا لابتداء الغاية، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني من الصخر إلى الوجه، من الصخر إلى اليد، فتكون من لابتداء الغاية. قال: فإن قلت قولهم إنها لابتداء الغاية قول متعسف، ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسي من الأرض أو من الماء أو من التراب إلا معنى التبعيض. قال الزمخشري: قلت هو كما تقول، والإذعان للحق خير من المراء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. الأمر الثالث، أخذ منه بعض المالكية أن لفظة طهور، طيب إذن أخذوا أولا أن طهورا وتربة وجعلت الأرض مسجدا وطهورا يدل على الطهورة طهورية التراب بمعنى المطهر لغيره، وأخذوا منه ثانيا هل كل ما على الأرض يطهر أو هو التراب خاصة، وسمعت فيه الخلاف. نعم. الأمر الثالث، أخذ منه بعض المالكية أن لفظة طهور تستعمل لا بالنسبة إلى الحدث ولا الخبث، وقال إن الصعيد قد يسمى طهورا وليس عن حدث ولا عن خبث، لأن التيمم لا يرفع الحدث، هذا أو معناه. الآن في حديث مضى معنا، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا، استدل بعض الشافعية على نجاسة فم الكلب، ومر بكم الخلاف، المالكي لا يرون نجاسة الكلب، فردوا على الشافعية من أين لكم الدلالة على نجاسة الكلب؟ قالوا يقول طهور إناء أحدكم، قال لا، ممكن يكون التطهير بمعنى تنظف من القذارة ولا يقتضي النجاسة. قالوا لا، قوله طهور إناء أحدكم لما نص على الطهارة، فإن الطهارة من الشيء لا تكون إلا من حدث أو من خبث. حدث يعني أنت انتقضت طهارتك أو عليك جنابة، فيأتي هنا لفظ الطهارة، أو من النجاسة، تقول طهرت الثوب طهرت الإناء فيكون من نجاسة. فلما قال طهور إناء أحدكم، والإناء لا يتأتى فيه معنى الحدث، فإيش يبقى؟ يبقى الخبث وهو النجاسة. فمن أين جاءته النجاسة؟ قال إذا ولغ فيه الكلب، إذن ففم الكلب نجس. ومر بكم الخلاف، هل هو لعابه خاصة أم سائر بدنه يدخل فيه العرق والدم ونحوه؟ قال المالكية هذا الحديث يدل على أن لفظة طهور لا تنحصر في أن يكون عن خبث أو حدث. لماذا؟ قالوا لأنه وصف الصعيد بالطهور، فتيمموا صعيدا طيبا، وقال هنا في الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فجعل التراب موصوفا بالطهور وليس فيه حدث ولا خبث، لا يوصف التراب بحدث يقع عليه ولا بخبث. قالوا فهذا دليل يؤكد الرد على ما تقرر هناك في مسألة نجاسة الكلب. نعم. أخذ منه بعض المالكية، قال أخذ منه بعض المالكية أن لفظة طهور تستعمل لا بالنسبة إلى الحدث ولا الخبث، وقال إن الصعيد قد يسمى طهورا وليس عن حدث ولا عن خبث، لأن التيمم لا يرفع الحدث، هذا أو معناه. وجعل ذلك جوابا عن استدلال الشافعية على نجاسة فم الكلب لقوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، فقالوا طهور يستعمل إما عن حدث أو خبث، ولا حدث على الإناء فيتعين أن يكون عن خبث، فمنع هذا المجيب المالكي الحصر، وقال إن لفظة طهور تستعمل في إباحة الاستعمال كما في التراب، إذ لا يرفع الحدث كما قلنا، فيكون قوله طهور إناء أحدكم مستعملا في إباحة استعماله، أعني الإناء كما في التيمم. نعم، فهمت الاعتراض، وسيجيب عنه المصنف رحمه الله. وفي هذا عندي، وقال وفي هذا عندي نظر، يعني المالكي يقول في الرد على الشافعي لا يستقيم هذا الحصر أن تقول إن لفظة طهور لا تأتي إلا عن حدث أو عن خبث، واستدل هنا بالحديث وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، واستدلوا أيضا بالاستعمالات التي ربما استعملها بعض الناس في الكلام، كقول الشاعر في وصف يعني بعض من يتغزل فيها من النساء عذاب الثنايا ريقهن طهور، فما تحمل أن ريق المتغزل بها طهور بمعنى أنه ستقول هو إما عن حدث وإما عن خبث، فلا حدث ولا خبث هنا. قالوا هذا يؤكد انتفاء الحصر فيما جعلوه إما في حدث أو خبث. قال ابن دقيق العيد رحمه الله وفي هذا عندي نظر. نعم. قال وفي هذا عندي نظر، فإن التيمم وإن قلنا إنه لا يرفع الحدث لكنه عن حدث، أي الموجب. إيش يعني التيمم عن حدث؟ سبب الحدث. نعم، السبب الموجب له الحدث، فيعمد صاحبه إلى التيمم بالتراب ليرفع الحدث، فالحدث ليس في التراب، بل استعمال التراب كان سببه الحدث. فإذا لما يقول القائل لا يوصف شيء بكونه طهورا إلا
منسوبا إلى الحدث أو الخبث، فقوله منسوبا لا يعني وصفه ذاته بالحدث، لا، إما أن يقول عن حدث، وهذا الذي يحرره المصنف. فإن التيمم وإن قلنا، قال فإن التيمم وإن قلنا إنه لا يرفع الحدث لكنه عن حدث، أي الموجب لفعله حدث. وفرق بين قولنا إنه عن حدث وبين قولنا إنه يرفع الحدث، وربما تقدم هذا أو بعضه. إنه عن حدث يشمل رفع الحدث وما كان سببه الحدث. طبعا هذا كله يقول المصنف إن التيمم وإن قلنا إنه لا يرفع الحدث، وهو قول بعض الفقهاء إن التيمم مبيح لا رافع، وعلى القول الآخر إنه يرفع الحدث يندفع الإشكال بجملته. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس قوله صلى الله عليه وسلم: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، مما يستدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرض، لأن قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل صيغة عموم، فيدخل أين العموم فيه؟ أي وما هذه؟ لا، ما زائدة، أصلها أي رجل، ولهذا بقيت رجل مخفوضة، أيما رجل. نعم، قال: لأن قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل صيغة عموم، فيدخل تحته من لم يجد ترابا ووجد غيره من أجزاء الأرض. العموم في الرجل ولا في التراب والأرض؟ الرجل، لكن العموم فيه الوصف أو الحال الذي يكون عليه الرجل. الرجل قد يجد ترابا فيتيمم، وقد لا يجد ترابا، يجد صخرا ورملا وجبسا وغيره وصخرا. فالحديث عام، أيما رجل. طيب السؤال، قال أيما رجل يتيمم ولا يصلي؟ طيب فما وجه استدلال عموم التيمم بأجزاء التراب من هذه الجملة؟ عموم المكان والحال. شوفوا، في نقاشين، قالوا هذه الجملة تدل على عموم التيمم بكل أجزاء الأرض، فين وجه الدلالة؟ قال أيما رجل. طيب العموم في الرجل وليس في المكان، قالوا نعم، لكنه وصف الرجل وحال الرجل فيه عموم، قد يجد التراب وقد لا يجد. طيب الحديث قال أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، ما قال فليتيمم حتى تقول صح له التيمم بكل شيء. ولهذا سيذكر المصنف يقول نحن نسلم أنه عموم الصلاة إلى الطهارة، فيقول إنما المقصود بالصلاة المبنية على رفع حدثه الذي ينحصر أيضا في هذا العموم. نعم، قال: لأن قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل صيغة عموم، فيدخل تحته من لم يجد ترابا ووجد غيره من أجزاء الأرض. ومن خص التيمم بالتراب يحتاج أن يقيم دليلا يخص به هذا العموم، أو يقول دل الحديث على أنه يصلي وأنا أقول بذلك، فمن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله، فأقول بموجب الحديث، إلا أنه قد جاء في رواية أخرى فعنده طهوره ومسجده، والحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا. نعم، هذا برواية جابر وهي مختصرة، وجاء في الحديث من رواية أبي أمامة رضي الله عنه عند البيهقي: فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض طهورا ومسجدا. فعم، فهذا يضاف إلى وجوه الاستدلال للمالكية والحنفية بصحة التيمم بكل ما هو على الأرض، ولا يختص ذلك بالتراب، ووجدت الخلاف هناك ووجه الاستدلال. فإذا قالوا أيما رجل دل على العموم، قال أنا أقول أنه يدل على الصلاة وأنه يصلي على حسب حاله، قال لكنه قد جاء في رواية فعنده طهوره ومسجده، وربط ذلك وعلق بالأرض عموما لا بالتراب خصوصا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادس قوله صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم، يحتمل أن يراد به جواز أن يتصرف فيها كيف يشاء ويقسمها كما أراد، كما في قوله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ويحتمل أن يراد به لم يحل منها شيء لغيره وأمته، وفي بعض الأحاديث ما يشعر ظاهره بذلك. ويحتمل أن يراد بالغنائم بعضها،
وفي بعض الأحاديث وأحل لنا الخمس، أو كما قال أخرجه ابن حبان بكسر الحاء وبعدها باء موحدة في صحيحه. طيب، هذه ثلاثة معاني لجملة وأحلت لي الغنائم، غنائم أو مغانم كما في رواية البخاري بمعنى واحد، وهي كل مال يؤخذ من الكفار عقب القتال في هزيمتهم في ميدان الجهاد. قال وأحلت لي الغنائم، هل أحل للنبي عليه الصلاة والسلام قسمتها؟ نريد الآن أن نفهمها على وجه الخصوصية. هل كان الأنبياء السابقون عليهم السلام تمتنع عليهم الغنائم إذا ظفروا بأعدائهم في القتال وهزموهم وانتصروا عليهم؟ فإن ثبت لك أنها كانت ممتنعة عليهم، أنها كانت ممتنعة عليهم في شرائعهم، فإذا تقول أحلت لي المغانم يعني أخذها. وإن لم يثبت وثبت غيره وعكسه أن الأنبياء كانوا يأخذون الغنائم، فتحتاج أن تفسر. فما معنى قولي أحلت لي الغنائم في سياق أعطيت خمسا لم يعطهن أحد؟ فلك أن تفسرها بأحد أمرين: إما أحلت لي بعض الغنائم، يعني مما اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو خمس المغنم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أو تقول المقصود بما خص به قسمة الغنيمة لا أخذها، يعني جعل له قسمتها في الوجه الذي أراد. قال رحمه الله: يحتمل أن يراد به أنها جعلت له يتصرف كيف يشاء ويقسمها كما أراد، فعندئذ لا تكون الخصوصية في أصل حلها بل في قسمتها. ويحتمل أن يراد لم يحل شيء منها لغيره صلى الله عليه وسلم ولأمته. قال وفي بعض الأحاديث ما يشعر ظاهره بذلك، فإذا صح ذلك تعين حمله عليه وهو أولى وأسلم. وأشار ببعض الأحاديث إلى ما أخرج بعض الأئمة كالطبراني في الكبير، وهو أيضا عند مسلم في الصحيح. قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، فصرح بعدم حل الغنائم. وقال الخطابي رحمه الله: كان من تقدم على ضربين، منهم من لم يؤذن له في الجهاد أصلا فلم تكن لهم غنائم. قال ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقتهم. وأخرج أيضا ابن حبان في الصحيح وأحل لنا الخمس على التفسير الثالث لما أورده رحمه الله تعالى. نعم. سن الله إليكم. السابع قوله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة. قد ترد الألف واللام للعهد كما في قوله تعالى فعصى فرعون الرسول، وترد للعموم نحو قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، وترد لتعريف الحقيقة كقولهم الرجل خير من المرأة والفرس خير من الحمار. إذن هذه ثلاثة معان تحمل عليها اللام أو ال التي ترد في النصوص وفي كلام العرب، إما أن يراد بها العهد، وإما أن يراد بها العموم الجنس، وإما أن يراد به الحقيقة. وضرب لكل منها مثالا. العهد كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، من المقصود؟ موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول يعني المعهود ذكره في الآية السابقة، وهذا المعهود الذكري. المعنى الثاني العموم، المسلمون تتكافأ دماؤهم، المسلمون يعني كل المسلمين، فهنا للاستغراق. المعنى الثالث التي تراد بها الحقيقة وليس العموم وليس العهد، مثل قولك الرجل خير من المرأة، فليس للاستغراق، فليس كل رجل خير من كل امرأة، بل بعض النساء خير من الرجال. وكذا تقول الفرس خير من الحمار، يعني حقيقة الفرس في الأصل أنه خير لما فيه من بعض الصفات والخصائص، لكن هذا لا يمنع أن يكون حمار أو بعض الحمير أفضل وأحسن من بعض الخيول وهكذا. هذه ثلاثة معاني. ولما قال للعهد أشار رحمه الله بالمثال إلى العهد الذكري، وفي العهد أيضا نوع آخر هو العهد الذهني، فيمكن أن تكون القسمة رباعية،
قالوا في كلام إخوة يوسف عليه السلام فأكله الذئب. أل هنا في الذئب للعهد، يعني المعهود في الذهن عند كل من يسمع كلمة ذئب. تقول أتيت السوق فاشتريت اللحم وأكلت الخبز، أنت لا تريد أنك أكلت كل اللحم ولا كل الخبز، إنما أردت المعهود في الذهن بمسمى لحم وخبز وهكذا. السؤال، قوله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة، الهنا من أي نوع من الثلاثة؟ عهد، ما في عهد مذكور في السياق شيء. هل تقول العموم كل أنواع الشفاعة خصت به؟ ألا يوجد يوم القيامة شفاعات يشارك فيها غير النبي عليه الصلاة والسلام وثبت بالنصوص؟ بلى، تشفع الأنبياء وتشفع الملائكة والصالحون والشهداء. فإذا ليس للعموم، فماذا يبقى؟ الحقيقة. هل كل تقصد يعني الشفاعة مطلقة تكون؟ هذا نقاش، وهو نوع من أيضا من تنمية الملكة والتدريب، هذه ال، فعلى أي المعاني نحملها؟ نعم. طيب، هو لما أورد المعاني الثلاثة وذكر ثالثها ترد لتعريف الحقيقة كقولهم الرجل خير من المرأة والفرس خير من الحمار، قال وقد ورد في الحديث الصحيح استعمال الألف واللام في تعريف الحقيقة، وهو قول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، يعني أكلوا كل الجراد. ليس للعموم وليس هنا عهد، إنما أراد الحقيقة، يعني ما يعرف بحقيقة الجراد. نعم، إذا ثبت هذا، قال إذا ثبت هذا فنقول الأقرب أنها في قوله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة للعهد. أي عهد؟ الذهني. مثل ما قلت لك، تقول نزلت السوق فاشتريت اللحم، أكلت الخبز، أنت ما اشتريت كل اللحم ولا أكلت كل الخبز، إنما أردت اللحم الذي يتبادر إلى الذهن معرفة معناه، وكذا غيره من الكلمات. لما قال أعطيت الشفاعة، شو يتبادر إلى الذهن؟ شفاعة الشفاعة العظمى. لماذا هي المتبادرة إلى الذهن؟ لأنها الأعظم بين أنواع الشفاعات والأجل على الإطلاق، وهي بوابة بقية الشفاعات. نعم، قال وإذا ثبت هذا فنقول الأقرب أنها في قوله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة للعهد، وهو ما بينه صلى الله عليه وسلم من شفاعته العظمى، وهي شفاعته في إراحة الناس من طول القيام بتعجيل حسابهم، وهي شفاعة مختصة به صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف فيها ولا ينكرها المعتزلة. ويؤيد هذا الاتجاه يعني وحملها على المعهود الذهني أن الحديث في سياق ماذا؟ الخصوصية. بين من؟ بين سائر الأنبياء، أعطيت 5 لم يعطهن أحد، وأي شفاعة هي التي يعتذر عنها الأنبياء عليهم السلام؟ هي الشفاعة العظمى. فهذا في سياق ما شرف الله به نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يعتذر عنه الأنبياء عليهم السلام، فيقول كل نفسي نفسي، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم أنا لها، كما في الحديث الصحيح. نعم، قال والشفاعات الأخروية 5، إحداها هذه. 5 يعني من حيث النوع لا من حيث الآحاد بالعدد. نعم، وقد ذكرنا اختصاص الرسول بها وعدم الخلاف فيها. وثانيها الشفاعة في إدخال قوم الجنة من دون حساب، وهذه قد وردت أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم الاختصاص فيها ولا عدم الاختصاص. ومن مستند ذلك ما أخرج مسلم في صحيحه أن الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من أيمن أبواب الجنة. فهذا يعني من ليس عليه حساب بسبب شفاعته صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة سألت الله الشفاعة لأمتي فقال لك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. وقيل بل سأل الله الزيادة على 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب فأعطي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف لا أعلم الاختصاص فيها أو عدم الاختصاص. نعم، هي ثابتة له عليه الصلاة والسلام، لكن هل هي من الخصوصيات؟ قال أتوقف فيها حتى يثبت الدليل. نعم، قال وثالثتها قوم قد استوجبوا النار
فيشفع في عدم دخولهم لها. نعم، ودل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه في البخاري وحديث حذيفة رضي الله عنه أيضا في مسلم. قال وهذه أيضا قد تكون غير مختصة. نعم، لأنه ربما ثبت أن غير النبي عليه الصلاة والسلام يأذن الله تعالى له في الشفاعة، فيخرج من كان من أهل التوحيد ممن أدخل النار أن يخرج منها. نعم. ورابعتها قوم دخلوا النار فيشفع في خروجهم منها، وهذه قد ثبت فيها عدم الاختصاص لما صح في الحديث من شفاعة الأنبياء والملائكة، وقد ورد أيضا الإخوان من المؤمنين. نعم، كما في صحيح مسلم أن أهل الإيمان يسألون الله لإخوانهم، يقولون ربنا، كانوا يصلون ويصومون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، وفي الحديث فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين والشهداء. وأيضا كما في حديث نقدام بن معدي كرب، للشهيد عند الله سبع خصال، وذكر ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه، كما أخرج الأئمة أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم رحم الله الجميع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد ورد أيضا الإخوان من المؤمنين يشفعون. وخامستها الشفاعة بعد دخول الجنة في زيادة الدرجات لأهلها، وهذه أيضا لا تنكرها المعتزلة، رفعة أهل الجنة في درجات الجنة، ولهذا طرق متعددة وأسباب هي من فضل الله على أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، كما صح في الحديث إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول يا رب أن لي هذا، فيقال هذا باستغفار ولدك لك. ومنه قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، وهذا من فضل الله. فإذا هذه 5 شفاعات: الشفاعة العظمى، شفاعة من استحق دخول النار ألا يدخلها، وشفاعة من دخل النار أن يخرج منها، وشفاعة من دخل الجنة أن ترتفع درجته وأن يزداد فيها، وذكر أيضا رحمه الله شفاعة دخول الجنة بغير حساب. هذه 5 شفاعات بعضها ثبت اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بها مثل العظمى، وبعضها ثبت عدم اختصاصه بها مثل شفاعة من دخل النار، الشفاعة لمن دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج، وبقية أنواع الشفاعات محتمل. نعم. قال فتلخص من هذا أن من الشفاعة منها ما علم الاختصاص به، ومنها ما علم عدم الاختصاص به، ومنها ما يحتمل الأمرين، فلا تكون الألف واللام للعموم. ليش ما تكون للعموم؟ نعم، لما لو قلت وأعطيت الشفاعة يعني كل أنواع الشفاعة لا يستقيم، لأن بعض أنواع الشفاعة ثبت أنه لا يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الآن أيضا إلى هذا التطبيق الأصولي اللطيف جدا في تطبيق معاني ال على هذه الجملة من الحديث، فلا تكون الألف واللام للعموم. نعم. هل فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم منه إعلام الصحابة بالشفاعة الكبرى المختص بها هو التي صدرنا بها الأقسام 5، فلتكن الألف واللام للعهد. أي عهد؟ ذكري الذهني. إذا كان قد استقر عند الصحابة علمهم بما حدثهم به صلى الله عليه وسلم من حديث الشفاعة العظمى، فإذا قال أعطيت الشفاعة لا يتبادر إلى الذهن إلا ذاك، فتكون محمولة على العهد. نعم. قال وإن كان لم يتقدم ذلك على هذا الحديث فلتجعل الألف واللام لتعريف الحقيقة. الحقيقة الشفاعة يعني ما هو جنس الشفاعة، وهو التلطف عند من يشفع عنده لقبول الشفاعة. فإذا قلت ذلك الحقيقة، مثل ما قلنا حديث عبد الله بن أبي أوفى غزونا 7 غزوات نأكل الجراد، حقيقة الجراد، الرجل خير من المرأة، الفرس خير من الحمار، هذا للحقيقة، فتقول أعطيت الشفاعة من هذا الباب. وعندئذ إذا قلت على حقيقة معنى الشفاعة تنزل على الشفاعة العظمى، لأنها الأعظم والأظهر من بين سائر أنواع الشفاعات. نعم. قال وإن كان لم يتقدم ذلك على هذا الحديث فلتجعل الألف واللام لتعريف الحقيقة وتنزل على تلك الشفاعة،
لأنه كالمطلق حينئذ فيكفي تنزيله على فرد، وليس لك أن تقول لا حاجة إلى هذا التكلف، إذ ليس في الحديث إلا قوله وأعطيت الشفاعة. وليس لك أن تقول، ما قال ولك أن تقول، لا، هذا الاعتراض لا وجه لك في إراده، فافهمه وافهم ما وجه امتناعه. نعم. قال وليس لك أن تقول لا حاجة إلى هذا التكلف، إذ ليس في الحديث إلا قوله وأعطيت الشفاعة، وكل هذه الأقسام التي ذكرتها قد أعطيها صلى الله عليه وسلم، فليحمل اللفظ على العموم. طيب ليش ما يحق لك أن تقول هذا؟ قال أعطيت الشفاعة. السؤال، كل أنواع الشفاعة المذكورة أعطيها أو لم يعطها؟ خلاص، إذا ما الإشكال أن تقول أعطيت الشفاعة محمولة على العموم؟ ذكر في اسم الاختصاص. أيوة، الاختصاص لا يتحقق في كل الأنواع، فإذا لهذا قال لا يصح أن تحملها على العموم. نعم. قال لأننا نقول هذه الخصلة مذكورة في الخمس التي اختص بها صلى الله عليه وسلم، فلفظها وإن كان مطلقا إلا أن ما سبق في صدر الكلام يدل على الخصوصية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لم يعطهن أحد قبلي. وأما قوله، طيب، فائدة هنا في مسألة الشفاعات، بل فائدتان. الفائدة الأولى نقلها ابن الملقن رحمه الله تعالى عن القاضي عياض، قال بعض الناس يكره أن يسأل الله أن يرزقه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال بعض الناس يكره أن يسأل الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. ليش؟ قال لأنها لا تكون إلا للمذنبين. قال وهذا لا يلتفت إليه. قال القاضي عياض قد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح شفاعته صلى الله عليه وسلم ورغبتهم فيها، ولا يلزم أن تكون شفاعته للمذنبين، فإنها قد تكون للتخفيف من الحساب وزيادة الدرجات، بل كل عامل معترف بالتقصير محتاج إلى العفو، غير معتد بعمله مشفق أن يكون من الهالكين. قال ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة والرحمة، لا تقول اللهم اغفر، لا تستغفر، لأن الاستغفار لا يكون إلا للمذنبين. قال ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة والرحمة لأنها لأصحاب الذنوب. قال وهذا كله خلاف ما عرف من حال الخلف والسلف رضوان الله عليهم جميعا. الفائدة الثانية لما قال رحمه الله والشفاعات الأخروية خمس، ذكر المصنف رحمه الله الخمسة هنا، وقد أشار العلماء إلى أنواع أخرى من الشفاعات سوى ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، منها مثلا زاد بعض أهل العلم شفاعة سادسة سوى المذكورة هنا، ما ذكر القاضي عياض شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب في النار، هذه شفاعة خاصة، وزيدت شفاعة ثامنة أو سابعة شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ومن مات بها، كما صح في الحديث لا يصبر على لأواء المدينة أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا، وتعقب ذلك الحافظ ابن حجر بأن متعلقها لا يخرج عن الخمس السابقة. قال الحافظ ابن حجر وظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى، وهي الشفاعة في من استوت حسناته وسيئاته أن يدخل الجنة، وكما في حديث الطبراني السابق يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد برحمة الله، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا شفاعة لمن قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، في حديث أنس عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال ليس ذلك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فقول ربنا ليس ذلك إليك نفي يتعلق بمباشرة الإخراج، وإلا فنفس الشفاعة قد صدرت منه صلى الله عليه وسلم وقبولها قد وقع وترتب أثرها، وكذا قال النووي رحمه الله، وتعقب ذلك الصنعاني بقوله ظاهر قوله ليس ذلك إليك يقتضي أن إخراجهم نفسه ليس بالشفاعة بل بمحض الكرم الإلهي. فهكذا مجموع الشفاعات قد يكون أكثر من ذلك بحسب ما يتتبع بالنصوص.
فائدة لطيفة أيضا في سياق الشفاعات، وقوله وأعطيت الشفاعة. فهمت صنيع المصنف رحمه الله؟ هل هي للعموم، للحقيقة، للعهد؟ حملها على العهد إذا تقدم سبق إيراد لها، أو على الحقيقة وتنزل على أعظم أفرادها وهي الشفاعة العظمى. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: الشفاعة التي اختص بها صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد فيما سئل أو فيما سأل الله عز وجل، فكونه مختصا بالشفاعة يعني بالشفاعة المستجابة عند الله. وقيل مما اختص به الشفاعة لمن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لأن شفاعة غيره لا تكون إلا لمن كان له رصيد من الإيمان فوق ذلك، كما قال القاضي عياض. قال الحافظ ابن حجر: وهذا مراد مع الأول. نعم. وأما قوله، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأما قوله وكان النبي يبعث إلى قومه، فقد تقدم الكلام عليه في صدر الحديث والله أعلم. نعم، لما بدأ الحديث كما قلنا هناك في صدره، وهو يتكلم عن معنى أصل الحديث أعطيت خمسا. طيب، أيضا من الفوائد فيما ذكر ابن الملقن رحمه الله: وبعثت إلى الناس كافة. هل يندرج فيه الجن؟ وبعثت إلى الناس كافة، قال لا يندرج فيه الجن، ولا خلاف أنه أرسل إلى الثقلين، أليس كذلك؟ نعم. فكيف نجيب عن لفظ الحديث؟ قال بعثت إلى الناس، والناس يعني الإنس، ما يدخل فيهم الجن. دعك من هذا، الآن بعثت إلى الناس يشمل الجن ولا ما يشملهم؟ طيب، وهذا يعني تحديد وحصر لدعوته، وهو مبعوث إلى الإنس والجن، فلماذا قال إلى الناس ولم يقل إلى الجن؟ طيب، ها هنا، لا، أنا لا أتكلم عن مقارنة ذلك بدعوة غير من الأنبياء. دعوته هو عليه الصلاة والسلام، وبعثته إلى الإنس والجن، صح؟ طيب، والحديث يقول بعث إلى الناس، فأخرج الجن من الاختصاص. طيب، ها هنا بعض الإجابات، قالوا هذا من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، فإنه إذا أرسل إلى الإنس فأحرى إلى الجن، لأن الإنس أشرف، وذكر ذلك في معرض امتنان الله عليه، فلا يبقى زيادة الامتنان ببعثته إلى غيرهم. وهذا من باب ما جاء في عدد من آيات القرآن: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكذا دعوته وبعثته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وجواب آخر أن رواية مسلم رحمه الله للحديث: وبعثت إلى كل أحمر وأسود. ما الأحمر وما الأسود؟ طيب، ثلاثة أقوال في تفسير الأحمر والأسود. أحدها أن الأحمر الإنس والأسود الجن، فدل على عموم الثقلين. وثانيها أن الأحمر المراد بهم العرب وغيرهم، والأسود سود أهل السودان، يعني كل من كان أسود البشرة، فأراد الأسود والأبيض، ويعبر عن الأبيض بالأحمر والعكس. المعنى الثالث أن الأحمر العجم، البيض من العجم، والأسود العرب ومن عداه من أهل السودان، لأن العرب يغلب عليهم السمرة. والمقصود بلفظ الحديث وسياقه عموم دعوته ورسالته صلى الله عليه وآله وسلم. تم كلام المصنف رحمه الله تعالى عن الحديث، ونختمه بما جرت به العادة في ذكر بعض الفوائد المتعلقة بتطبيقاته وفوائده. وأول ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. تقدم أن مبدأ الحديث تحدث من نبينا صلى الله عليه وسلم بما خصه الله وبما فضله الله تعالى، تحدثا بنعمة الله وتعليما للأمة بمكانته صلوات الله وسلامه عليه. ومر بكم رواية ابن عباس قال: ولا أقولهن فخرا، بل يقولها صلى الله عليه وسلم تحدثا بنعمة الله تعالى عليه. وأيضا في الحديث قوله: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي.
قد ثبت في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم أعطي أكثر من خمس. في رواية مسلم: فضلت على الأنبياء بست. قال: أعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون، وذكر بقية الخصال. ثبت 17 خصلة عدها الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري من خصائصه عليه الصلاة والسلام وسردها: الخمس المذكورة في الحديث، وجوامع الكلم، وختم به الأنبياء، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، الآيات من خواتيم سورة البقرة، مفاتيح الأرض، تسميته بأحمد، كون أمته خير الأمم، غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نهر الكوثر في الجنة، لواء الحمد، وأنه أسلم شيطانه صلوات الله وسلامه عليه. قال الحافظ ابن حجر: فينتظم بها 17، وعد 16 خصلة. فربما تكرر كون الأمة خير الأمم، وذكر إسلام شيطانه كان في حديث ابن عباس: كان شيطاني كافرا فأعانني الله عليه فأسلم. قال: ونسيت الأخرى، وأخرجه البيهقي ولفظه: وكنا أزواجي عونا لي، وكانت زوجته عونا على خطيئته. قال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع. وأخرج المحدثون عددا من تلك الخصائص متتبعين بعضها، وبعض أحاديثها صحيح وكثير منها لا يصح. ومجموع الخصال التي يمكن أن تكون في مجموع تلك الأحاديث كثيرة. قال الحافظ ابن حجر: وهي كما قال يمكن لمن تتبعها أن تكون أكثر من ذلك. يقول الصنعاني رحمه الله: من تتبع الجامعين الكبيرة والصغيرة في حرف العين في أعطيت، وحرف الفاء في فضلت، وجد زيادة كثيرة. يقول ابن الملقن رحمه الله: فاعلم أن ذكر الخمس والست والثلاث لا يظن أنه تعارض، وإنما هذا من توهم أن ذكر الأعداد يدل على الحصر وأن لها دليل خطاب، يعني مفهوم مخالفة. قال: وكل ذلك باطل كما قال القرطبي، فإن القائل عندي 5 دنانير لا يدل على أنه ليس عنده غيرها، ويجوز أن يقول مرة أخرى عندي 20 وأخرى 30، فإن من عنده الأكثر يصدق عليه أن عنده الأقل، فلا تعارض. ويجوز أن يكون الرب سبحانه أعلمه بثلاث ثم بخمس ثم بست، وذكر صلى الله عليه وسلم بما بلغه من تلك الخصائص. إذا عرفت هذا فمفهوم العدد هنا غير مقصود، مطرح، ليس معتبرا، وبالتالي يزول الإشكال. الفائدة الثانية المتعلقة بالحديث وهي في سياق ما نحن فيه: الحديث في ذكر الخصائص، والخصائص النبوية أصبح في العلوم النبوية أحد أجزائها. فإن العلوم النبوية يشمل السيرة النبوية والشمائل المحمدية والخصائص التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمغازي والسير، ويدخل في ذلك علم الحديث رواية ودراية. فمجموع ذلك في العلوم النبوية يدخل فيها الخصائص. وكان من أوائل من تعرض لهذا فقهاء الشافعية رحمهم الله في باب النكاح خاصة، فإنهم إذا جاءوا لمسألة خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام ببعض أحكام النكاح، كإباحة نكاحه ما زاد على 4، وإباحة من وهبت نفسها له، وإباحة عقده على المرأة من غير ولي، وبعض المسائل، يتوسع فقهاء الشافعية هناك في إيراد كل ما كان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وفي غيره. ثم لمزيد عنايتهم أفردوا ذلك بمصنفات مستقلة، كما صنع ابن الملقن رحمه الله في كتابه غاية السور في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، من باب عنايتهم بتلك المسائل. ثم تفننوا في تبويبها الخصائص فيما كان في المحرمات، في الواجبات، في المباحات، في المستحبات، في المناقب والكرامات والفضائل، ويندرج منها حديث الباب الذي نحن فيه. من فوائد الحديث أيضاً أن تقدم معكم عموم: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، قلنا هو عموم المكان أو عموم الأحوال. أصل الحديث في عموم المكان: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، في عموم الرجال، لكن من متعلقات هذا العموم الأحوال
والأماكن، فلهذا قالوا كل مكان تدركنا فيه الصلاة يصلي أحدنا فيه في ذلك المكان. هذا العموم باق على عمومه أو هو مخصوص؟ بل مخصوص بما ورد النهي عنه في الصلاة في المواضع المنهية عن الصلاة فيها، كالحمامات والمقابر والحشوش والأراضي المغصوبة ونحوها. فإذا هذا من العموم الذي خص بغيره من الأحاديث في نصوص أخرى. وبقية المسائل والتطبيقات أبدع الشارح رحمه الله تعالى في التعليق عليها وفيما مضى من الإشارة إليها، مما يحسن عودة المتفقه للنظر فيه وقراءته مرة بعد مرة. أسأل الله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. تم لنا باب التيمم وهو سادس أبواب كتاب الطهارة بحمد الله، لنشرع في المجلس القادم في أول باب الحيض بعون الله تعالى وتوفيقه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.